عجلة مسدسة الاغتيالات في تعز تدور ولا تجد من يوقفها. أخبار الاغتيالات والانفلات الأمني في هذه المدينة أصبحت يومية ومتكررة ولا تغادر نشرات الأخبار. العشرات من المواطنين سقطوا ضحايا الانفلات الأمني في مدينة تعز، معظمهم عسكريون. آخر نتائج هذا الانفلات كان حصيلة اليوم الماضي، بداية باغتيال مسلحين مجهولين سائق باص في السوق المركزي، بالإضافة إلى قيام جندي في الشرطة العسكرية بقتل جنديين من الأمن العام، وقيام جندي آخر بقتل أحد الجنود المرابطين في مستشفى الثورة، كما قتل جندي في سوق الزنقل في منطقة الحصب. وتنتهي حصيلة هذا الانفلات بمحاولة اغتيال مدير مكتب التخطيط بالمحافظة نبيل جامل، والذي نجا من هذه المحاولة، إذ تعرض للإصابة برصاص مسلحين مجهولين كانوا يستقلون دراجة نارية وسط المدينة. هذا الانفلات الأمني في المدينة يقع على عاتق السلطات المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية، وهو ما يجعلها أمام تحدي كبير لإنهاء هذه الفوضى وهذا الانفلات. المواطنون في تعز ضاقوا ذرعا بما يحدث في مدينتهم، حيث يرى كل مواطن فيهم أنه أصبح مرشحا لأن يكون رقما في قائمة الضحايا، أو خبرا عاجلا يتداوله الناس وينسونه بتداول خبر عاجل جديد شبيه له، أمر يجعلهم يتمسكون بمطالبة الجهات المعنية بتنفيذ حملة وتحديد أسماء المطلوبين في قضايا القتل والاغتيالات والبدء العاجل بتنفيذ مهامها.